متابعي قناتها التعرف لغزة في كل مكان، مرحبا بكم. امرأة لديها رحمين، معجزة لأول مرة تحدث في التاريخ، فسبحان الله العظيم. تحدث مجموعة من المعجزات في حياة الإنسان. هذه السيدة مصرية تعيش في قرية تسمى الحمودية، حدث معها ما لا يتخيله بشر ولا يليق بوصفه غير كلمة معجزة. وكانت قصتها أن تحمل وتتابع حملها مع طبيب مختص إلى أن أتى موعد الولادة، وذهبت السيدة إلى المستشفى لتضع المولود، وبالفعل وضعت المولود وكان بأفضل صحة وخير. ولكن المفاجأة أن الطبيب عندما بدأ بعمل الفحوصات للإطمئنان على صحة السيدة وجد أن في أحشاء مولودا آخر، لكن يلزمه شهر أو أقل بقليل حتى يكتمل ويسمح لها بولادته. وبالفعل انتظر ثم قامت بوضع المولود الثاني. بعد شهر حينما أتى موعد كل هذا، قد يكون شيئا طبيعيا، لكن المعجزة التي هي حقا أغرب من الخيال وتحدث لأول مرة في التاريخ على حسب ما ذكر الأطباء، أن السيدة العجوز لديها جهازان أنثويان كاملان، وكان كل واحد منهما يحمل مولودا غير الآخر. والعبرة من هذه المعجزة أنه لا يوجد شيء يدعى المستحيل، وأنك إذا كنت تريد من الله عز وجل أي شيء عليك فقط بالدعوة وتكون على يقين أن الله عز وجل قادر على كل شيء. أسأل الله العظيم لكم أن حقق كل أحلامكم. نشكركم على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.